إيناس قد غيدي ترد على ميار الببلاوي، هو كل واحدة لبست طرحة هتدعي علينا؟ بتضحكي؟ اهربي اهربي. لا كانت بترد عليكي على فكرة. انت اللي قلتي انك رحتي الحرم ودعيتي عليها على فكرة. بسبب ايه؟ بسبب مشاهد فيلم ديسكو انا ما كنتش بحب انت. ميار. نعم يا مسمى. جاوبي. اجاوب على ايه؟ جاوبي على السؤال، اشرحي ايه القصة؟ القصة ان انا ما كنتش عايزة اعمل كل المشاهد دي في فيلم ديسكو. بجد ما كنتش. اللي هي عبارة عن ايه المشاهد اللي انت كنتش عايزة تعمليها؟ لا مشاهد كتيرة ما كنتش عايزاها، ولا كنت عايزة البس مايو، ولا كنت عايزة مشهد عمرو عبد الجليل، ومشهد شريف منير، والحاجات دي كلها عملت لي مشاكل، وانا الحمد لله يعني اتحجبت، فمش عايزة حاجة زي كده تتعرض، ولا عايزة حد يجيب سيرتها. المشهد دوت مشهد ما يصحش ولا لا يليق برمضان. بتتكلمي بنت عندها 19 سنة. صح. وفرحانة بانها دخلت التمثيل. وبتشتغل قدام نجلاء فتحي وصلاح زرفق. عارفة الناس اللي انت كنت بتعملي كده قدام التلفزيون عمرك ما كنت تحلمي اصلا انك انت تشوفيهم فيس تو فيس، مش تشتغلي معاه وتبقي بطلة فيلم. اوكي؟ فكنت لازم يعني انا كنت مطيعة جدا وكنت حابة الموضوع جدا. وبس المشهد ده انا برضو متربية في بيت متدين ما كنتش قادرة. كنتش محجبة طبعا. لا انا كنتش محجبة وكنا زي احنا صغيرين كلنا يعني الدنيا جميلة يعني. طيب وبعدين دخلت بقى عشان اعمل المشهد دوت المشهد ده قلت لهم طب نعمله بعد الفطار. لا انت كنت صايمة؟ اه طبعا. احنا كنا صور في الديسكوتيك اسبوعين انا واختي الوحيدين اللي صايمين. فاحنا بنصور بالنهار طول النهار بنصور في الديسكو. يعني بقيت زمايلك في الفيلم ما كانوش صايمين؟ لا انا بتكلم على الشباب، انا ما شفتش بقيت زمايلك الشباب يعني. يعني الفنانين الشباب. طبعا لان ما كانش ينفع كل المشاهد وهم بيشربوا هيعملوا ايه؟ ده وجهه نظر يعني، ده وجهه نظر الاخراج. طيب وبعدين فاليوم دوت انا جريت. طب انا قلت لهم طب هغير هدومي هدخل حمام. دخلت الحمام وقفلت عليا، دخلت تواليت وقفلت عليا. فطبعا استاذه الناس اتعصبت والدنيا كلها اتقلبت لانه خلاص يعني انت قاعدين ساعتين لحد الفطار عشان تطلعي تعملي المشهد، عايزين نخلص ونمشي. يعني كان لازم حد يقنعني وعمال اعيط جوه واختي تقول لهم طب انا هخليها الناس اللي هم بضيع وقت. وبعدين جت استاذه نجلاء. طبعا انت عارفه بالنسبه لي شيء مقدس حياتي، حته القمر، حته السكر اللي ما كناش حاسين ان هي نجمه ولا متعاليه، كانت بموت فيها. هي لو قالت لي ارمي نفسك في البحر بجد بموت فيها. يا ست كملي. ده انا كل واحده دي ايقونه، دي جميله وانا بحبها، بس انا مش خشي في الموضوع. طيب خليكي مباشره. ايوه جت قالت لي يلا حبيبتي عشان تعملي المشهد واقنعتني، فقمت فتحت الباب بس بجد ما عملتش المشهد الا بعد. اقنعتك ازاي يعني؟ عايزه ايه؟ اقنعتك ازاي؟ ايه هي بصي يعني بتقولي نجلاء فتحي اقنعتك ازاي وانت كنت بهذا الاصرار؟ قالت لي رمضان ده بتاع الفقراء بس، ما بياكلوش فيه الفقراء عشان يعني احنا ما بناكلش في رمضان. ما تشرحيش، قولي الجمله، مش مطلوب منك. هي قالت لي رمضان دوت احنا ما بناكلش فيه علشان نبقى زي الفقراء، وعشان الفقراء ما يحسوش ان احنا بناكل وهم لا، فيعني الموضوع مش محتاج انك تعملي كل ده، ما تخافيش والموضوع هيعدي. بس مش فاكره الكلام كويس. بس انا عايزه اقول لك على حاجه غريبه يا ميار. اتفضلي. دوما تزعلي مني. دلوقتي المشهد ده كان مطلوب منك انك انت تعمليه، وانت كنت معترضه انك تعمليه في رمضان. لا قبل الفطار. هو ايه الفرق بين قبل الفطار وبعد الفطار؟ ومشهد غلط واحد. ايوه بس انا ومشهد انت يمكن اخلاقياتك معترضه عليه. انا اهلي صعايده الدنيا. طب وايه اللي اجبرك تعمليه؟ كنت بقول لك انا كنت في بدايتي وعايزه فيلم وعايزه اظهر. عايزه بقى ده من ضمن التنازلات اللي بيقولوا عليها الناس. يس ده كان من شكرا لصراحتك. انا لو منك يا ميار تقولي لي اللي بعده من فضلك. قولي لي. ما بحبش حد يعني قولي لي اللي بعد. حد ينده لي اخويا من على القهوه. في يا ستي.